المسهير قاعد يقذبون علينا. يب هذا اللي انا احب اسويه، راح اجرب وصفات المسهير اللي انتشرت وصارت ترنديه، وبحطها تحت التقييم تحت المليار، راح اقيمها من 1 إلى 10، لانه صراحه انا طفشت من جد كل ما اشوف فيديو كذا يقول لك واو لذيذ او اي لايك ات، بس انه ممكن ما تكون طعمه يعني، ليش ما انا اجربها واحطها تحت المجهر كذا واضغط عليها ضغط عشان اشوف ايش حقيقتها. وفي من الوصفات اللي ارسلتوا لي اياها كذا حسيت انه اوكي انترستنج، والله ودي اسويها من جد يعني، هي سهله المره. احب هذا الشيء انكم تشاركوني كل حاجه. والحين بجرب معكم هذه اول وصفه اللي انتم ارسلتوا لي اياها من عبد الله المقبل. يا اخي عبد الله مسر رهيب يا اخي، انا مره تعجبني شخصيته كذا لما يقعد قدام المسبح كذا يفك الكريم ويحط الهابي. واحلى شيء هو يعطيه تقييم 10 من 10، اذا اعطاها المطوع 10 من 10 قول حاضر. بس أمانة صراحة وصفاته مرة حلوة، يعني كذا يدخل في المطبخ يسوي حاجات مرة سريعة، أستهيها أمانة، أستهيها ودي أجربها. للأمانة في وصفة كذا مرة رهيبة أنا مرة عجبتني، كذا جوز الهند كذا فلافي كذا كيك غمسها بالحليب مع حليب مكثف، فقلت والله واي نات مع الجو الحر هذا والله يبغاله كذا يبغاله شيء بارد، فخلنا نسويها. أول حاجة نحتاج إنجلس كيك. أوكي هي هي أطلع أيوه، ونحاول نقطعهم الحين زي كذا يكون بهذا الشكل. والحين بنحط هنا كوب حليب، حليب مكثف وكوب حليب ميك، نحط هنا زوج الهند نغمسه بالحليب، نحطه بالزوج الهند نحطه بالقصير ونقفل عليه، والحين نحطه بالفريزر لمدة ساعة. أوه. بعد ساعة والله بارد. وهذا هو حلا عبد الله المقبل، امانة والله انتعاش والله بارد فلافي كذا قطني، فصراحة هذه يبغى لها قهوة والله. امانة والله سهلة سريعة، شوف انا جربت حبة قبل ادخل الثلاجة كان عادية، لكن لما بردت صراحة كذا صار مرة لذيذ، ما ادري ليش بس عشان البرودة اختلف الطعم. والله طعمه لذيذ والله، لكن حسيت كذا الجوز الهندي اللي فوقه يعني حسيت كذا ما عجبني صراحة اسبوع، مو مرة يعني اوكي لذيذة بس مو مرة واو. 8.5 من 10، واعتقد اني راح اسويه مرة ثانية. خلينا نروح الوصفة اللي بعدها، هذه الوصفة الثانية من الشيف بدر السايزي، يعني صراحة الشيف هذا رهيب يا اخي، مسوي لك هذوك الوصفة يا معود بالمكرونة بالميكروويف. الوصفة هذه صراحة مرة رهيبة، يمكن تقريبا 3 مكونات او 4 مكونات وميكروويف. ايه اللي نحتاجه؟ مكرونة، زيت زيتون، كريمة طبخ، فلفل اسود، مكعبات ماجي، بندورة. خلونا نبدأ. كورونا، موية حارة، زيت زيتون، فلفل اسود، ندخلهم الميكروويف. طماطم، مكعب ماجي، معجون طماطم، كريمة طبخ. والحين بعد ما صفنا من مويته راح استخدم نفس الطبق. اوكي نحط شوية مكرونة ولا كله. دقيقة كيف كانت الوصفة؟ اوكي هو سواها طبقات، نحط اول شيء الطبقة الاولى من الكريمة. اوكي نحط المكرونه طبقه ثانيه، نحط المتبقي من الصوص، ما تبقى شيء. اي انزل الصوص طلع قليل، حط كريمه واي نوت، انا حر. نحط الجبنه ونقلبهم. اوكي احس ان الصوص مره قليل والله، ونحط كمان لياط الزبنه. والحين كذا مفترض انه يكون جاهز، خلينا ندخل الميكروويف. الحين نقلب المكونات. الغريب بالموضوع انه ما حط معاه ملح، لو هو حط دقيقه طلع انه هو حط ملح حسب فلفل اسود. بس ما يفرق يعني احط عليه ملح دحين. انا كيف شفتها فلفل اسود؟ والله ما ادري كيف. خلونا نجرب. بسم الله. صراحة طعمه غريب، صوص طماطم، شوية زبنة، يعني هذا اللي حسيت بطعمه صراحة، يعني مو نفس ما توقعت لما شفت الفيديو كذا مليان زبنة. اوكي. والله شوف هي لذيذة، يعني احب صوص الطماطم كذا زبنة، هذا مرة مناسب له. عجبني انه سهل التحضير يعني. ممكن اعطيه 7.5 من 10 صراحة يعني، كويس بس ما راح افضل بهذه الطريقة، راح افضل بالطبخ العادي، بس صراحة شيف بدر والله هنيك الوصفة، الله يعطيك العافية. احس يبغى له حاجة واحدة، يبغى له بدر الثوم، يب احب الثوم مرة يب. والحين صار التقييم 8 من 10، رهيبة مع الثوم والله. الوصفة اللي بعدها يمكن تقريبا 4 أشخاص ارسلوا لي اياها، قالوا العماد تكفى لازم تسويها. صراحة الوصفة هذه غريبة شوية، واللي سواها بكرو بس انا دي بكرو. الوصفة صراحة أول مرة أشوفها وغريبة يعني. تشيز كيك سان سباستيان كريم بروليه باللوتس. وطب راح استخدم بديل اللوتس. الغريب انه هو استخدم الزبادي ما استخدم الزبدة عشان يخليه يتماسك. اوه والله زبط، شوف كيف والله قاعد يمسك، عجيب بكر والله. نحط البسكوت ونوزعهم، والحين ندخلهم الفرن لمده 10 دقائق. والحين نسوي الخليط، زبادي يوناني 2 علبة، جبنه كريميه، سكر دايت 2 بيضة. الحين نحط سكوب بروتين، والبروتين اللي عندي ذا صراحه منتهي له شهر، دقيق وميكس انكسر. والحين نحط الخليط فوقه، والحين نرجع للفرن. الحين بعد ما طلعناه من الفرن صراحه شكلها غريب شويه، هل
المفترض انه كنت تحط ورق زبده جوا؟ لا والله تكثرت. خلنا نقصها دحين. وحانت اللحظه الحقيقه. والله نت باد والله. بس باقي دحين السكر. نعطيه رص السكر هنا. وهذا هو سان سباستيان سيت كيك برجندا بورليتي. فخلينا نجرب. صراحة شكلها كذا غريب، محروق من الذنب شكله ضخ. نجرب الطعم. طعم حرق. يعني حط السكر شوية وكذا و الأطراف انحرقت بسرعة عشان فيها جبنة وما زبطت معايا. من جوا كذا. أسفة. يب. البسكوت صراحة حطيته بالفرن مرتين فواضح إنه انحرق من تحت. الطعم والتقييم حرق من 10. لو أعيد الوصفة هذه مرة ثانية ما راح أحط سكوب بروتين. طعم الجملة والله رهيبة. يبغى لي إعادة نظر. أنا عارف إنه بعد الفيديو هذا راح يمسكني. والله أنتم حقين الحديد وصفاتكم هذا مليان بروتين. 5/10. الوصفة اللي بعدها لمحمد كوك. يب محمد الرهيب صراحة مبدع عفوي. وصفاته مرة رهيبة. أنا صراحة مرة أحب استمتع الفيديوهات. كثيرين أرسلوا لي هذا الفيديو إنه أجربها وأعطيه تقييم. إيه لكن اخترت هذه أول واحدة صراحة. يعني من الواضح إنه مرة دسمة. أحس إني تورطت يا جماعة. فرينس توست حق ذا روك. يعني هو يسوي وصفات المشاهير وأنا طلبت منكم وصفات المشاهير وأرسلتوا لي حق محمد إنه محمد يسوي حق ذا روك. خلينا نسويها ونقيمها. اول حاجه راح نقطع الخبز قطعتين 4 إنش. الله ما ادري كم إنش هذه. 1 2 3 4. اوكي يعني يلا واحده ثانيه كمان. كلين كلين. ليش محفوره من جوا كذا؟ حليب، بيض، كريمه، سكر ابيض، سكر بني، فانيليا، شويه قرفه، شويه ملح، ميكس، زبده، ننقع البريوس بالخليط. هوب. حليب، جبد الفول السوداني، كرمة خفق، واخر شيء شراب القبطة. وهذه هي وصفة محمد كوك فرينش توست حق ذا روك. والله ما ادري اسمها. ايش التقطيع ده يا عمان؟ بسم الله. هذا من جد هذا ايش؟ هذه تحفة فنية. والله مرة لذيذة. دقيقة، الكريمة اللي فيها والخبز مرة فلافي. وربي ذوبان في الفم. والله مره طعمه الكريمه مع زبده الفول السوداني خلى النكهه كذا فلافي مره. محمد كوك انت صراحه انسان رهيب مبدع والوصفه هذه حرفيا رهيبه مو احلى من حقك طبعا يعني بس برضه ما ياخذ 10/10. شوف صراحه راح اعطيه تقييم 9.5.1. لا بس انا اقول لكم صراحه والله مره لذيذه امانه. برفكتو صراحه. خلاص يكتفي حلا امانه. والله كانت في وصفه كذا يعني كنت بسويها لكن خلاص توني انتبهت انكم كله ارسلتوا لي حلا. ابغى شيء كذا موالح برجر بيتزا وهذا بس مع انه وصفاتي رهيبه اللي ارسلتوا لي صراحه. وصفات رهيبه من ناس مبدعين من مشاهير صراحه ابدع بالوصفات هذه. افضل وصفه صراحه بالنسبه لي لمحمد كوك اللي هي اخذت 9.5.1. الشيء اللي اعطيت هذا التقييم عشان كان بس كان ناقص كذا موز وايس كريم وهذا. يا كذا انا عبيط ما بعطي 10/10. يا وارسلوا لي وصفات كذا خلينا نحطها تحت المجهر كذا نقيم التقييم كامل وقوي. لكن للامانه استمتعت اني سويت هذه الحلقه واتمنى انكم استمتعتوا وان شاء الله في الفيديوهات الجايه راح يكون في تقييم في جلد ما راح امزح يعني في من جد بوينت في تقييم حقيقي في كذا. وراح اجيب كمان معي واحد عشان يكون عنده لسان الذهبي يعرف يقيم معايا. اذا عجبتك الحلقه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات ونشوفكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه. وبيس اوت. What?